شنو وقع؟ كنت جالسه انا برا في كرسي، دخلت كان عندي ديك المراه انا جالسه، قلت لها مرحبا اختي دخلي، قالت لي ربي يخليك، دات لك الضحكه. المهم دخلت قالت لي عجبتني هذه الكشطه، علاش حتخلي عليا؟ قلت لها ماشي مشكل، قيسه بعدا كنشوف فين نتفاهم معاك. قالت لي واخا قيسه هنايا، وتليفوني هنا كان كيتشارج محطوطه والشارجور، وقالت لي شحال تخلي لي الثمن؟ قلت لها تمام ماشي مشكل، غير خليت غير قيسه بعدا كنشوفك هادشي ديك الساعه نصايب معاك. قالت لي واخا. المهم قيستها قيست بزاف ديال الحوايج، قالت لي جاوني مزيرين. قلت لها عندك حاجه اخرى؟ هذوك اللي جاكم مزيرين. قالت لي واخا. عطيتها واحده اخرى عاوتاني، وحطت هنا حوايج وتليفونك كيتشارج. المهم انا جالسه كنهضر معاها وجالسه كن عادي جالسه كنهضروا، وقالت لي اختي شحال تصايبي عليا؟ قالت لي اختي واش غاديه ليا مصبانه هذه تصبك؟ قلت لها ضروري حنا كنصبنو. قالت لي حنا ضروري كنصبنوهم، واش انا عندك شي حاجه موسخه؟ قلت انا براسي ما نقدرش نعطيك موسخه. قالت لي يا اختي ماشي مشكل. قالت لي شحال تخلى عليا؟ هضرت معها الثمن وكلشي عادي. صافي هنا هي واقفه هنايا، وانا جالسه كنقاد هنا الماركه، جالسه كنحطها حيت صافي هذاك سميتو، جالسه كنقاد الحانوت وجالسه كنهضر معاها. حطيت انا كذا تحطيت الماركه، بانت لي التليفون كنحطه هنايا، هزاته ليا انا كي بقى كنهضرت معايا. قالت لي يا اختي واش تعرفني؟ قالت لي راه غادي نجي عندك في عشيه. قالت لي غنخرج من الخدمه وغنجي عندك. قلت لها واخا ماشي مشكل. قلت لها اختي حيت ضروري خصني تعرفيني باش تكشي تبقى ليك. قالت لي صافي واخا، غير في عشيه ندوز عندك ولا غدا في الصباح ملي نخرج من الخدمه. واخا هاد السيده الوجه ديالها مألوف، جات عندك شي مرات تعرفيها مثلا؟ لا عمري اول مره تدخل المحل ديالك. واخا اش من ساعه جات عندك هي؟ جات عندي مع ديك 11 شونس في الصباح. كي داير الشكل ديالها؟ العمر السن؟ السن ما عرفتش، ولكن هي مراه غليظه وجهها غليظ كذلك وعندها الجبهه. واخا ملي بدات معاك على السومه ديال التكشيطه، من بعد فيك حاطه انت التليفون ديالك؟ حاطه هنا كيتشارجا. ومن بعد انا حطيت هنا الحوايج، حطيت الحوايج حيت ممكنش نحطهم في البلاط، حطيت هنا الحوايج وباش نقاد في الماركات. انا كنهضر معاها وكنقاد في الماركات. بصح هي اللي داتو بالضبط؟ حط الكاميرا. انا ملي جيت نقلب، انا جيت نقلب حيت هي اول وحده دخلت عندي واخر وحده دخلت عندي. تجي وحده ما دخلت، وتليفوني كتحطيته هنا كيتشارجا. كي دخلت عندي قلت لها المهم كي هنا التليفون كيتشارجا، جات عندي البنت قالت لي عطيني سميتو، المهم شي حاجه عطيتها ليها ياك، كاع 800 ديالها في التليفون بوشيطه، جالسه كنقلب. 40 درهم في البوشيطه ديال التليفون ديالك؟ خاشيه حيت ديالها خلتها عندي، خاشيه وفي البوشيطه. قالت لي جيت نقلب لقيتها ما كاينش. واخا شحال بين اللحظه بين خرجات وباش قلتي انت؟ حيت البنات تصطحوا بيناتهم، الفيديو راه البنات تصطحوا بيناتهم، غير ديك الساعه خرجت لقيتها متبعته كاع ما لقيتها. فين تبعتيها انت؟ تبعتها القيصريه. المهم درت فيها الجوايع هادو كلهم اللي على برا. واخا قلتي لي ان ديك ان هذه السيده معروفه كتسرق المحلات التجاريه. حيت انا ملي سولت عليها اديت التصويره ديالها في الكاميرا وخرجت وسولت عليها، قال لي بلي هذه راه سرقه وفايت سرقات بمشيش، وواحد الواحد انا كنعرفو عنده حانوت عاوتاني، قال لي بلي هذه راه معروفه وكاينه معاها جوج عيالات وراجل، وفايت سرقات فشي براد فشي بلاصه اخرى، وقال لي هذه راه سيدي قاسم ومهم كتجي هي وعصابه ديالها كتجي هنا سيدي سليمان. واخا مشيتي ديكلاريتي؟ راه مشيت ديكلاريت وقالوا لي راه جيبي لي السيدي. واخا نشوفوا داك واخا تعطينا مقطع من الفيديو نشوفوا؟ واخا بين الكاشير. قبل الفيديو كنتي وريتينا واحد الشان، هذا الشان ديالها. الشان ديالها حيت هي كانت ملي كيخرجت صافي خدات التليفون داري وخرجت، هذا الشان خلاته لي هنا في الكونطوار محطوط. خلاتك بغات زعما تثبتك بان هذا الشان؟ ما عرفتش واقيلا خرجت داري باش تخرج لا غير تسد شانها ولا. واخا بغينا نعطينا لك مقطع ديال داك الفيديو ديال السرقه. واخا انت المباشر. حضرت التليفون هنا، حضرت التليفون وبنت صافي تصورت الفوق وبرا. ما عندك ما ديري بهذا الشيء صافي، شتي لنا علبة التليفون.
كيضرب لك الضوء تما باش تميلي. ها هي دقيقة ما راه حطها التكشيطة التليفون راه تحت التكشيطة غادي تدور. شوفوا هنايا فاش غادي هنا كتخشي يديها خلاتها دارت هي برا سولت ليها عاوتاني واحد الواحد قال لي قالت لي بلي جات عندها البارح نفس المره نيت حيت وريتها التصويره قالت لي جات عندي وقالت لي طيح حيت المره كانت عاطيها بالظهر اذا نفس الطريقه كدير هي قالت لي طيحت شي حاجه ودار المره دارت عندها قالت لها خدي جيمي جيمي ماك اختي هادو راه طاحوا هي كانت باغا شي حاجه تبدا قالت لي الشربيل ولا شي حاجه حيت المره كتبيع هاد الشكل حتى بالنسبه للشكل ديالها ربما ما توحش بانها كتسرق شفنا دابا الان حتى الشكل ديالها ما بينش كاع على سرقه لا شي عتز لا ما بينات ما بينش كاع على سرقه تكون اكبر شفارات واكبر سراقات دابا اش كتطلبي انت من البوليس كتطلبي من العداله انا باغي غير تصاوري حيت انا ما قدرت حتى شي حاجه انا التليفون باغي غير تصاوري ومتابعه تجي في التحقيق في هذه النزيله حيت التليفون هذاك فيه بزاف ديال التصاور فيه خصوصيات تبارك الله عليك تبارك الله عليك اذا مشاهدي الواجهه